كيف انا العلم؟ السلام عليكم. الدروس مثل هذه عبد الرحمن بن ابراهيم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك، هو عندنا في بلدنا يعني في هيبقى في درس ان شاء الله بعد التراويح للنساء، فهل يجوز للمراه الحائض ان هي تروح تسمع القران مثلا اللي بيبقى في التراويح وتحضر الدرس وتدخل تكون داخل المسجد ولا لا؟ اختار القول بالجواز. طيب تمام. طب انا كنت صاحب السؤال بتاع القولون العصبي، ماذا افعل بالضبط يعني؟ خلاص، إذا كان التوصيف كما ذكرت أنك في كل صلاة يحصل انفلات ريح فقط عند في الصلوات، مهما صليت في أي وقت، صليت ساعة اثنين ثلاثة ينزل ريح وريح مستمر، هتكوني من أصحاب الأعذار وتتوضئي وتصلي ولا تبالي. طيب تمام، شكرا. الله يكرمك.